ببركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، اسعد الله مسائكم وجميع اوقاتكم بالخير والبركة، وارحب بحضراتكم اجمل واطيب ترحيب في هذه الفترة المسائية الحاملة لهذه التحديات، والمرحبة بشعارات اصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه. نتابع هنا تحديات ومسار هذا الشوط، الشوط الثالث الذي يحمل في كشوفاته الجدان، اللقاية، المحليات، الأصايل من مسافة 5 كيلومترات في مسافة هذا الشوط. نتابع مباشرة المركز الأول ومقدمة الشوط، شاهين من يحتل المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد السبوسي مقدما لهذا الاسم على صدارة الشوط. المركز الثاني نتابع الأسد القادم بشعار هجن الرئاسة، المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري مقدما لهذا الاسم على المركز الثاني. بوذياب يحتل ثاني التحديات، بينما نقلتنا القادمة إلى المركز الثالث وهنالك سلهود لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي من يقوده في عملية التغمير والمتابعة. المركز الرابع يتواجد همنون لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجليبي الزعيم العيناوي متواجد هنا على رابع المراكز ورابع التحديات. المركز الخامس هنالك يتواجد مشكور من هجن الرئاسة أيضا المستحيل يقدم لنا هذا الاسم راشد بن محمد بالسم المنصوري مع المركز الخامس. بينما المركز السادس نتابع هنا ما بعد الخمسة الأسماء الأولى وهنالك سلهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بارش بن مبارك بالقوبع يقدم لنا سلهود على المركز السادس. المركز السابع ينطلق هنا يتواجد صوغان لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي على المركز السابع. المركز الثامن عالي يتقدم الآن لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان الصادق بدر الأمين في عملية التغمير والمتابعة. المركز التاسع وصل مليح ومرحبا بك يا مليح من هجن الرئاسة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي في عملية التغمير والمتابعة. المركز العاشر ختام هذه الجولة هنالك طبيان لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم آل مكتوم سلطان بن سيف بن سلطان المقبالي من يحتل المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة الأسماء الأولى المنطلقة في هذا المسار في أول أشواط الجدان المحليات الأصايل الشوط الرئيسي للمحليات. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى القيادة الريادة هنالك الأسد يحتل المركز الأول، الأسد يسيطر على مزريات وتحديات هذا الشوط يقوده نخبة من الأسماء المنطلقة في مسار هذا الشوط. هنالك شعار هجن الرئاسة من يسيطر مع المركز الأول ويتفوق مع هذا الانطلاق المميز. هنالك المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري بوذياب من يقدم الأسد على المركز الأول. المركز الثاني هملول يا هملول انطلق هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي. يا سلام يا سلام بدأ ينطلق هملول بدأ ينافس الأسد على المركز الأول وعلى صدارة الشوط. الأسد وهملول، هملول والأسد في تحدي ثنائي مبكر على مقدمة الشوط بدأ ينفرد عن بقية المراكز مع المركز الأول والثاني. نتابع المركز الثالث الاسم القادم هنالك سلهود لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي في عملية التغمير والمتابعة والمسايرة على المركز الثالث. المركز الرابع هذا شعار هجن الرئاسة على مشكور مع المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري وصل مشكور ليساند الأسد على مقدمة الشوط. المركز الخامس هنالك نتابع الاسم القادم والمنطلق في هذه اللحظات على المركز الخامس. مشاهدينا متابعينا الكرام شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد السبوسي على المركز الخامس. اكتفي بهذا القدر، اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى المركز الاول. يا سلام يا سلام الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، كيلو التحديات، كيلو الناموس، وكيلو التميز.
الفرج المستحيل انطلق مع المركز الاول الاسد من هجن الرياسه. يا سلام يا سلام، بدا يباعد المسافه ما بينه وبين المراكز. سلامي على الاسد، سلامي على هذا الشعار المتالق والمبدع، وسلام خاص للمستحيل راشد بن محمد السم المنصوري، من يقدم هذه النوعيات النادره، النوعيات الفريده من نوعها من مؤسسه هجن الرياسه. يا سلام، الاسد، الاسد يسيطر على اول اشواط المحليات الاصايل. يا سلام، المركز الثاني وصل مشكور، وصل مشكور ليوثق هذا الناموس لمؤسسه هجن الرياسه، هذه المؤسسه العملاقه المميزه التي تقدم لنا اجمل الهدايا هنا، ايضا تقدم لنا الاسد، ومشكور على المركز الثاني، وشكرا لهذه المؤسسه الكبيره، وشكرا للمستحيل راشد بن محمد السم المنصوري. لم يصدر الاوامر بدون اي اوامر على مقدمه الشوط. يا سلام يا سلام، الاسد على مقدمه الشوط، الناموس مع الرئاسه، الرئاسه مع الناموس، تهانينا تهانينا، والناموس لهجن الرئاسه ولعشاقها ولمتابعيها، وسلام وتحيه خاصه للمستحيل راشد بن محمد السم المنصوري، من يقدم هذه النوعيات النادره والمميزه. المركز الثاني وصل مشكور ايضا من هجن الرئاسه راشد بن محمد السم المنصوري. المركز الثالث هملول لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي. المركز الرابع مليح من هجن الرئاسه المميز مبارك بن احمد بن ماجد الخيالي. المركز الخامس وصل مشاهدينا ومتابعينا الكرام سلهوت لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف ال نهيان سعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء انتهت متريات وتحديات هذا الشوط، تهانينا والناموس لهجن الرئاسه على فوز الاسد بالمركز الاول ومشكور مع المركز الثاني. اذا هنا التوقيت 7:34 9:02. تهانينا والناموس لهجن الرئاسه وللسيد راشد بن محمد السم المنصوري من قدم هذا الاسم، بينما المركز الثاني وصل مشكور 7:38 8:02. ايضا شعار هجن الرئاسه تهانينا والناموس للمستحيل راشد بن محمد السم المنصوري. المركز الثالث وصل حمدون بتوقيت 7:41 بالوفاء والتمام، حمدون لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نتواصل مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخيل.